بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني ومرتدي أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعذباوي مية مية جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشبيوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. مساء الخير أعزائي المشاهدين، برحب بكم جديد مستمرين في هذه اللقاءات عبر قناة جوسات برنامج إنجازات وطنية. إحنا الآن موجودين في منطقة الفحيص يعني جبال بلقاء، ومعي الآن الأستاذ بشار سهاوني من كافيتيريا ومطعم أقعد أشرب إشي. بداية مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. الاسم منين استوحيته؟ يعني الاسم مميز. هو الاسم فكرة غريبة شوي، كانت هي بيني وبين صديقي وشريكي وزميلي بالشغل. الفكرة أنه بالنهاية تكون مكالمة دائما، أنا بحكي بدل ما نحكي له سلام يلا باي نحكي له أقعد أشرب إشي، بحكي له مستعجل أو كذا، فهي إجت الفكرة هيك فظلت متداول بيني وبينه على موضوع التليفون يعني. ونفس الشيء بالفحيص، كنا اي واحد نسلم عليه نحكي له اقعد اشرب شيء، فظلت متداول برضه نفس الشيء مع الجماعه وعلى الجيران. نعم استاذ بشار، يعني بدايه وسؤالنا الاول، يعني وانت غني عن التعريف، بنرحب فيك في هذا البرنامج ككفاءه اردنيه احد فرسان التغيير بالتاكيد. يعني وانت غني عن التعريف في هذا القطاع وفي هذا البلد الطيب، سواء في الفحيص او في الحصون في محافظه أعرف سأل المشاهدين بسيد بشار سهاوني أكثر، نتحدث عن مكان ولادتك، دراستك، يعني بداية الحياة العملية والعائلة الصغيرة. كبداية أنا من مدينة إربد روس الشمال يعني نحكي، فوليد الزرقاء وسكنت في عماني تقريبا 10 سنين، دارس إدارة فنادق اللي هوتيل مانجمنت، واختصاصي المواد الغذائية والأمور هاي والمطاعم والشغلات هاي. ففكرة المطعم اجت في من فكرة شغلي ومن مجال شغلي وطبيعة شغلي. اجت فكرة الفحيص لأنه منطقة بتحسها شوي عائلية ضعيفة، ما فيها كأكل كسناكات سندويشات أمور زي هيك، فاجت فكرة أنه نفتح بالمنطقة هاي لأنه بحاجة في نقص بالموضوع هذا في موضوع المطاعم، وتشجعنا انها كمنطقة يعني عائلية، وتحس انه انت مثلا فاتح في منطقة لك يعني مش زي مناطق عمان خلينا سواء شرقية او غربية. نعم، يعني نتحدث عن الكافيتيريا، يعني ماذا يعني يستطيع الزبون دخلها؟ يعني شو متوفر شغلات خدمات سواء اكل او مشروبات؟ هلا احنا بفكر عام هي كافيتيريا او كافيه بمعنى صح، شامله كل المشاريب الساخنه والبارده والسناكات، بنعمل هلا وجبات برضه كمان عشان طبيعه الشارع طبيعه المحلات التجاريه، فاغلبهم بحاجه لموضوع الاكل البيتي، بنعمل لهم موضوع الاكل البيتي الطبخ الامور هاي، السناكات كامله كوكتيلات العصائر، بالاضافه زي ما قلت لك موضوع المشاريب، وعندنا منطقه انه الواحد بيقدر يستريح فيها يقعد فيها، يعني مش هالمساحه الكبيره زي ما انت شايف. نعم الان يعني بكافيتيريا ومطعم بشرب شيء، بالتاكيد بعد هالنجاحات والتميز والشعبيه العاليه، الشعبيه لا تاتي من فراغ، بالتاكيد تميز خدماتكم وانجازاتكم، عند الرؤيه المستقبليه طموحات كبيره، بالتاكيد هناك محاور وافكار واهداف. تمام، الرؤيه المستقبليه اللي بالك الى اين؟ هلا الرؤية المستقبلية كانت سريعة جدا، يعني أنا المحل تقريبا في يعني في أواخر 2015 بلشت فيه، وأنا بنهاية شهر 12 أخذنا المحل، كان بيحتاج لصيانة وأمور زي هيك، والحمد لله بظرف 30 يوم كنا جاهزين وشغالين فيه، والتطلعات كانت المستقبلية سريعة. أخذت كمان محل بدي أخذه نفس الفكرة ونفس الاسم بنفس الفحيص؟ بنفس الفحيص، في منطقة الحمار تحت شوي راح تكون على طريق الجديدة، يعني مشروع جديد اللي صار تشجعت فيه بالضبط. نعم، تشجعت عشان طريق جديد لسه وبحاجة لخدمات زي هيك. جميل، احنا بنتمنى لك التوفيق. يعني نتحدث عن واقع الخدمات في منطقة الفحيص تحديدا في هذا المكان، زي ما شايفين الشارع منحدر جدا بالضبط بالضبط. واقع الخدمات وتعاون بلدية الفحيص كيف ترى؟ هلا كتعاون بلدية الفحيص انا لسه بجوع عشان يعني استثمرت جديد بمنطقة الفحيص لسه ما بعرف، بس الخدمات اللي شايفها بالنسبة لي بالنسبة للمحلات كثير ممتازة، بس بحاجة لموضوع الشارع يكون في شوية حلول، الانحدار أمور إجباري يعني ما صعب إنك أنت تتحكم فيه، لكن بحاجة لتعبير
جديد بحاجه لموضوع المطبات. خلينا نحكي السرعه، بتعرف في اطفال، في ناس، في عائلات كذا، واغلبها محلات تجاريه، فمحلات تجاريه بهم انه يكون مثلا المحلات حتى السيارات تكون شوي تكون ماشيه. نعم، الشارع هذا بيمر منه شاحنات خفيف جدا، يعني مش بالكثره هاي الشاحنات. نعم استاذ بشار، يعني نعمه الامن والامان هي ما يميز البلد الاردن عن اي بلد بالعالم، هل المنظومه الجميله بالتاكيد، يعني الوضع ملتهب حوالينا، يعني بحكي الاردن حديقه داخل الحريق. اتمنى السلام لجميع الدول العربيه ان شاء الله يا رب، خصوصا بفلسطين المحتله. نعمه الامن والامان بالتاكيد انت زرت الكثير من البلدان، ماذا تعني لك؟ طبعا نعمه الامن هون شيء اساسي، يعني هو بضل اهم من الفلوس، واهم من اي شيء موجود. موضوع الامن يكفي انه الواحد بيطلع من بيته باي ساعه، انا بضل مثلا لغايه الساعه 12 مرات للوحده من بعد نص الليل. اللي مريحني في موضوع الشغل او كمحلات انه الامان، سواء بالمنطقه هاي او بالمنطقه، انا كحسب طبيعه شغلي ميداني، يعني بلف مناطق كثير سواء بالشمال او بالجنوب، فبكون انا مبسوط اذا في مثلا بكون خلينا نحكي كنقطه تفتيش او كدوريه شرطه او كذا، ما هو لخدمتنا بالنهايه، يعني انا داخليا بكون مرتاح لانه هم بالنهايه بيسهروا على تعبنا، عرفت علي كيف؟ وما عندنا شك ولا عندنا، يعني زي ما تحكي عندنا شك بموضوع الامان اللي عندنا، كثير بيميزنا، بنفتخر احنا كاردنيين باي بلد في العالم، سواء بلد عربي او صحيح. بلد اجنبي بـ 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 تحت الامن والامان الموجود عندنا، وجلال سيدنا الله يخلينا اياه، يعني الله يكون بعونه برضه كمان على الاوضاع اللي بتصير فوق طاقته، عم بيشتغل فوق طاقته على الوضع اللي بيصير حوالينا بالبلدان، سواء في سوريا والعراق والمناطق اللي حوالينا. فلازم احنا نكون كشعب اردني نضل محافظين على المسيره هاي، ونضل ماشيين خطوه بخطوه، يعني انه احنا ما نتذمر من موضوع زياده تفتيش او زياده تدقيق او امور زي هيك، هاي بالنهايه راح تكون لصالحنا، يعني احنا داخليا راح نكون مرتاحين بالامور هاي. بالتاكيد يعني استاذ بشار، لو قدر لك والتقيت بجلال في الملك رسالتك لسيدنا شو بتحكي له؟ والله بحب احكي له يعطيه الف عافيه وطول لنا بعمره، لانه عم بعطي اكبر من طاقته، يعني المفروض اللي حواليه يكونوا برضه يحسوا بالقيمه اللي هي موجوده عنده، موضوع الامن، يعني بتعب بموضوع خلينا نحكي زياده عن طاقته، المفروض يكون في ناس يرتكن عليهم حواليه ويكون على قد المسؤوليه. بالتأكيد يعني جلالة الملك قبل أسابيع كان في محافظة زرقاء حكى بالسادة المشاهدين أنا بستمد العزم منكم، تذكر طبعا كل مقولته أرفع راسك أنت أردني، بالتأكيد همات الأردنيين دائما مرفوع عالي بهمة النشام، أمثالك أستاذ بشار سهاوني نورتنا في هذا اللقاء، بس نذكر السادة المشاهدين بعنوان كل الفرع الحالي والفرع الجديد إن شاء الله. الفرع الحالي هو أول فحيص من منطقة الحمر اللي هي نزول البكالوريا، والفرع الثاني اللي هو طريق الحمار ام منعاج. احنا بنشكرك استاذ بشار على حسن الاستقبال والضيافه وهذا البرنامج، وتسمح لنا بالكاميرا في هذه الجوله نستعرض فيها المطعم والكافيه. تشرفتونا والله، يعطيكم الف عافيه ويديم الامن والامان على البلد، ويعطيكم الف صحه وعافيه، انتم قناه كثير متابعه من قبل الشعب الاردني ومسموعه، وشكرا لكم. شكرا جزيلا يا سيدي. هم